24 منتخب 6 مجموعات، اوروبا بتحتفل، يورو 2016، فرنسا بلد الازياء، الموضه، المواهب اللي زي بلاتيني وزيدان، 7 مرشحين اقوياء جدا لللقب، منتخبات ثانيه مش هتسيب اللقب. الحلقه معاكم في اتفرج 6 مجموعات من منتخباتهم بالنجوم اللي فيهم، فرص كل منتخب انه ياخد البطوله او يروح ويصيف بدري بدري. يلا بينا. المجموعة الأولى، 4 منتخبات، فرنسا صاحبة الأرض، سويسرا اللي تقدر تعمل كتير أوي في البطولة دي، رومانيا اللي محدش عارف ممكن طموحها يوديها فين، ألبانيا أقصى حاجة ممكن يعملوها إن هم يوصلوا البطولة أصلا. فرنسا كل تألقها واقف على تألق 2 لعيبة في الفرقة، بول بوجبا هو نجم اليوفنتوس، واحد من أهم اللعيبة على مستوى العالم. بوجبا هو أمل الجماهير الفرنسية في تحقيق بطولة كبيرة. ليه؟ لأن بوجبا مش لعيب خط وسط عادي بيسلم ويستلم ويروح ويجي وبس، لا، بوجبا بيشوط، بوجبا طويل وهيدر كويس وكمان حريف. كل جمهور فرنسا نفسه ان بوجبا يكون ميشيل بلاتيني 84 او زين الدين زيدان 2000 ويخلي فرنسا ترفع الكاس لثالث مره في حياتها. جنب بوجبا بيجي انطوان جريزمان. جريزمان هو مهاجم اتلتيكو مدريد، مهاجم مش تقليدي، جريء جدا، قلبه قاعد. جريزمان خفيف قوي في الحركه في الملعب كمان. لو مش مصدق ان جريزمان عنده شخصيه اللي تخليه يقود فرنسا في بطوله مهمه زي دي، اتفرج على جريزمان وهو بيضيع ضربه الجزاء من اسبوعين بس في نهائي الشامبيونز ليج ويلبس اتلتيكو مدريد والماتش بيخلص عشان جريزمان يدخل ويشوط اول واحده ويجيبها في كل النفس. جريزمان يقدر. عامه منتخب فرنسا بجانب هوجي لاريس والنجمين اللي اتكلمنا عليهم، ديدييه ديشامب بيلعب بخطه تبان قدامكم 4-3-3، بس الحقيقه ان المنتخب ما بيقفش كده في الملعب. منتخب فرنسا بيلعب 4-1-2-1-2. منتخب سويسرا، منتخب يقدر يوصل لادوار مهمه قوي في اليورو اللي جاي، زي ما وصل في كاس العالم اللي فات وتغفل في الدقيقه 117 قدام الارجنتين من جوندي ماريا. عندهم ضغط تكتيكي، لياقه بدنيه عاليه، وكمان في مهارات. منتخب لو بصينا على النجوم اللي عنده، بعيد عن ان احنا نتكلم عن تشاكا اللي رايح لسه راح الارسنال والناس كلها مستنيه تشوفه، ستيفن ليشتشتاينر نجم اليوفنتوس الايطالي وكابتن المنتخب، بس هنتكلم عن اثنين تانيين اهم بكتير. شاكيري لعيب كويس قوي، لعيب بياخد اريحيه مع منتخب السويس اللي بيجوا يلعبوا 4-4-1-1 وبيلعب هو تحت راس الحربه ادمير احمدي. شاكيري بيقود المنظومه دي، والمنظومه دي كلها بتفتح اللعب للعيب تاني غير شاكيري، ممكن يكون فعلا هو احسن باك شمال في العالم. ريكاردو رودريجيز نجم فولفسبورغ، اللعيب صاحب البوني تيل المعروف، المنتخب كله بيلعب انه يفضي الجناح لرودريجيز عشان يطلع يعمل كره عرضيه ناجحه، ولو ما عرفوش يستغلوها يبقى الحل التاني امكانيات شاكيري، ادمير احمدي بيخلص. منتخب رومانيا، منتخب كل امله في البطوله ان مسكو مدير الفني يوردانيسكو مدرب معروف ان هو بيدافع كويس وبيروح بهجمه مرتده يجيب بيها جول. منتخب من اقوى المنتخبات دفاعيا في التصفيات الاوروبيه، جولين في 10 ماتشات، وده يدلنا ان نجم المنتخب هو تاتا روسانو، جول منتخب رومانيا وحارس مرمى فيورنتينا الايطالي، جول كويس قوي، طويل، سنه كويس، خبرته كويسه، شخصيه. لو هنتكلم عن نجم تاني في المنتخب الروماني، هنتكلم عن مهاجم نادي كورتوبا الاسباني، فلورين اندوني. اندوني جاب 19 جول في دوري الدرجه الثانيه الاسباني السنه دي، رومانيا اقصى طموحها في البطوله دي تلحق تالت. هنتكلم عن منتخب الالباني، منتخب البانيا البلد كلها فرحانه ان هي راحت اليورو لاول مره في تاريخها، منتخب كله ما نعرفش منه غير السيد الهيساي نجم نابولي الايطالي، شاب صغير مدافع كويس، موجود مع السيد الهيساي لوريك كانا. لوريك كانا كان بيلعب في لاتزيو قبل كده، لوريك لعيب مش عنده شخصيه، كابتن المنتخب، كبير شويه معدي 30، يعني ما بيخافش في المناسبات اللي زي دي.